السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. حلقة النهاردة هنتكلم عن فن الإتيكيت، فن التعامل مع الآخرين. إزاي أتعامل مع الآخرين؟ إزاي يبقى في شياكة في التعامل مع الآخرين؟ أول حاجة إتيكيت المعاملة، أول حاجة فيها التحية. السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير. التحية يا جماعة هي أول حاجة في إتيكيت المعاملة. إزاي ألقي التحية؟ آداب التحية. التحية بتبدأ إزاي؟ أنت ماشي، قابلت واحد قاعد، قابلت واحد في الطريق، أنت المفروض اللي تلقي السلام عليه، مش هو اللي يلقي السلام عليك. التحية بتيجي من القادم على المقيم، من المار على الجالس، واحد ماشي واحد جالس، اللي ماشي هو اللي يلقي التحية. الأداة دي لازم تاخد بالنا منها، واحد ماشي وجماعة موجودة، الفرد يسلم على الجماعة، القليل يسلم على الكتير. هي دي التحية، أداب التحية ازاي تبدأ، ولازم يكون في بشاشة في التحية، في حنية كده وفي قبول عليها. مش سلام عليكم، ده من اتيكيت المعاملة. أول حاجة ازاي ألقي التحية وأبدأها، مين يبدأ التحية؟ تاني حاجة في فن اتيكيت التعامل بعد التحية، المصافحة. ازاي اصافح الانسان اللي قصادي؟ انا بسلم على الانسان اللي قصادي، طبعا كف يد، كف راحت اليد. وانت بتسلم بتصافح، يا ريت ما تخليش ايدك الاعلى، عشان كده انت بتقول له انا اللي مسيطر عليك. وانت بتسلم يا ريت ما تدوس على ايده، ما تضغطش على ايده، عشان ما تقولوش برضو انا الاقوى. ما انت ايدك الاعلى، انا المتحكم، بتضغط على ايده انا الاقوى. لا، وما تاكلش ايده، فواحد بيسلم يجي هيسلم عليك، لا، سلم عادي برياحية، من غير ما تضغط، من غير ما تعلى، وفي نفس الوقت اعمل مسافة، ما تلزقش فيه، خلي مسافة بينك وبين الآخر تسلم عليه، في نفس الوقت يكون في هدوء في السلام، ولا قوة ولا رخ، يعني ولا دلع ولا قوة، يعني خليك وسط، في نفس الوقت إيدك مستقيمة، ولا تخليها تحت ولا تخليها فوق. دي أداب المصافحة، عشان المصافحة تطلع بشياكة وإتيكيت. بعد التحية وبعد المصافحة التعارف. في ضيوف عندك، رحت لضيوف، المضيف بيبدأ يعرف الضيوف. اتيكيت التعارف ايه هو بقى؟ لو في رجل وسيدة، ما جيش اقول للسيدة، ما جيش اقول للرجل دي فلانة، مدام فلان، لا، الاتيكيت ان اجي للسيده واقول لها ده استاذ فلان. واهم حاجه كمان في التعارف يا جماعه، ان احنا ما نقولش فلان بس، لا، ده فلان ووظيفته، استاذ فلان، مهندس فلان، دكتور فلان، مستشار فلان. لازم لما اجي اعرف انسان اعرف اسمه ووظيفته. والتعارف لو في سيده او رجل، اعرف السيده على الرجل، اقول للسيده ده فلان، ما اروحش اقول للرجل ده فلان. لو في شاب صغير ورجل، ما اجيش اقول للرجل ده الشاب ده اسمه كذا، لا، ده انا اجي للشاب واقول له باشمهندس كذا، دكتور كذا، استاذ كذا، كابتن كذا. يعني اعرف الصغير على الكبير، يعني الصغير اللي اجي اقول له الكبير كذا، ما اجيش للكبير اقول له الصغير كذا. ده اتيكيت التعارف. لو رجل وسيدة اقول للسيدة ده فلان، لو كبير وصغير اجي للصغير اقول له ده فلان، مش العكس.
حد جاي يسلم عليك وانت قاعد على كرسي، المفروض اتيكيت التعامل انك تقف، ما تسلمش وانت قاعد. طالما الراجل جاي يسلم عليك او الست جايه تسلم على ست، المفروض اللي قاعد يقف للي جاي بيسلم عليه. عرفنا ازاي بنعرف بعض؟ طيب احنا عايزين نعرف ايه تاني اتيكيت التعامل. واتكلمنا عن التحية، اتكلمنا عن التصافح، اتكلمنا عن التعارف. طيب في مهارة تانية مهمة جدا، التحدث والاستماع. لما اجي حد بيتحدث، انا هتحدث مع حد، المفروض ما اتكلمش عن نفسي، ما اتكلمش عن ذاتي، ما اشكرش في نفسي، انا فلان، انا كذا، انا كذا، انا كذا. لا، اللي قصادك هينفر منك. لما تيجي تتحدث، اتحدث اما عن موضوع عام او موضوع يهم الطرف الاخر. وحاول صوتك ولو عالي ولا يبقى منخفض، وحاول تقول كلمات مناسبة تناسب الموضوع، مش كلمات مكلفة. وحاول وانت بتتحدث ما تتكلمش كلام انجلش في وسط مجموعة مثلا ملهاش في الانجلش قوي، يعني ما بلاش فزلكة، كلم بلغة الحضور. وحاول وانت بتتكلم لو انت مع فرد تنظر اليه في عين، لو افراد تنظر لكل واحد شويه، وزع النظرات. اداب الحديث انك بتتحدث مع افراد. طيب المستمع، لو انا بستمع لشخص، اداب الاستماع ايه؟ ان انا ما احاولش اقاطع الفرد الاخر وهو بيتكلم الا للضروره، لو حاجه طارئه. في نفس الوقت ما اسالش كتير، وفي نفس الوقت لو الطرف اللي انا بستمع ليه اخطا، لو في جمع ما حاولش اعالج الخطا قصاد الجمع، اعالج الخطا بينه وبينه الا لو كان خطا فادح. في نفس الوقت لازم اكون يعني اتفاعل معاه في الاستماع، ان انا اثبت ان انا مستمع فاتفاعل معاه في الحديث. مثلا اهز راسي، اسال سؤال بسيط، المهم ان انا احسسه ان انا مستمع معاه ومندمج معاه، مش مثلا اشوف الموبايل، ابص الناس قاعده وهو بيتكلم اتجاهله. مش هينفع، مش اداب الحديث خالص ولا اتيكيت الاستماع خالص. يبقى اتكلمنا عن التحيه، عن التصافح، عن التعارف، عن الاستماع، عن التحدث. اخر حاجه يا جماعه المجامله، المجاملات. الحكمه بتقول لك عامل الناس بما تحب ان تعامل. لازم يبقى في مجاملات بينك وبين الاخرين. المناسبات، جامل، هات له هديه، يجيب لك هديه. المجاملات دي يا جماعه بتسيب اثر ايجابي كبير جدا عند الطرف الاخر. بالتالي انت لما برضو ترد له المجامله بتسيب اثر ايجابي عنده. فالود بيزداد والحب بيزداد والالفه بتزداد. الموضوع بسيط قوي واكيد معظمنا عارفينه، بس بنتناساه. ايوه بنتناساه. الدنيا تاخدنا، الشغل بياخدنا، لا نحاول نرجع اتيكيت التعامل، فن التعامل، عشان يبقى في شياكه في المعامله، في شياكه في الاسلوب، في شياكه ولباقه في التحدث والاستماع. الموضوع ده بيسيب اثر جيد جدا عند الطرف الاخر، بيقوي العلاقات الاجتماعيه، بيبقى في ود وحب اكتر وزياده، ونحافظ عليه. اتمنى اكون وصلت فن اتيكيت التعامل لحضراتكم، هو جزء بسيط ممكن نبقى نكمله الحلقه الجايه ان شاء الله. اشوفكم على خير وشياكه وسعاده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.